لاباس كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكون صحتكم جيده. مرحبا بكم في القناه ديالي بنات بيوتي. كنرحب بالناس جداد اللي عاد التحقوا بالقناه. كيف ما شفتوا البنات في العنوان، اليوم واحد الفيديو ليا جديده خاصه بمشترياتي، درت كلكو زاشا وبغيت نبارطاجيهم معكم. دونك هاد المشتريات من ماركات مختلفه، كاينه الفيرت، كاينه باليا، كاينه بورجوا، وكاين واحد لانجيت ديال سبرينغلينغ. دونك ساشا كيجي على الشكل هذا. خديت من 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 الشركه ديال باليا بزاف. هاد الشركه هي المانيه، لي برودوي كيجيو من المانيا. سمعت الناس كيتكلموا عليهم بزاف وقلت علاش ما نجربهمش. غير كنت كنشوف شي فوندوز ولا فوندور اللي كيبيعوا بثمن طيح شويه، ولقيت واحد صراحه هو اللي مطيح الثمن فيهم. هاد السيد هذا كاين في اكادير، في سيكيوين بالضبط، وكيصيفط حتى المدن اللي بعاد، يعني ما عندوش الاشكال، كيصيفط باغ امانه. بغيتو تواصلوا معاه، غادي نخلي لكم المعلومات ديالو في البار دانفو، نخلي لكم النمره ديالو ديال الواتساب، وغادي نخلي لكم لاباج فيسبوك ديالو. دونك هادو هما المشتريات، غنوريكم حاجه بحاجه. خديت عنده واحد شامبو ديال لا مارك الفيرد. هاد لا مارك هادي باش زوينه، لي برودوي ديالها بيو، ما فيهاش حتى شي ماده ضاره. ولقيت هنا بانه ما فيش سيليكون، هما كيكتبوا اوني سيليكوني بالالمانيه، يعني ما كنفهمش الالمانيه ولكن فهمت هاد القضيه ديال اوني سيليكوني. دونك هي ما فيش السيليكون، احسن حاجه هي شامبو بلا سيليكون بلا بارابين. ما عرفتش انا واش فيه بارابين، المهم غنحاول نقرا هادشي مزيان ونشرحو، وغادي نقول لكم عليه في شي فيديو ديال لي برودوي فيني. دونك هذا اول حاجه خديتو عنده. خديت ليستيك، خديت منهم ثلاثه، خديت واحد في الغوز وجوج في الخضر. دونك هادو من لا مارك باليا، الثمن ديالهم طيح، والحاجه اللي شجعتني انني ناخذهم ما فيهمش الالومنيوم. وانا ديجا كنوصيكم البنات ما عمركم تاخذوا شي ديودورون فيها الالومنيوم، لانه ضار بزاف وكيدير الله يصلح حتى السرطان. دونك هاد الخضرين هادو كيدوموا 48 ساعه، هما دايرين هنا. وهاد الغوز بالتوت البري، وفيه بانه كيدوم 24 ساعه اذا كان تيبان لكم. دونك الثمن ديال هادو طيح بزاف، راه غادي تتعاملوا معاه وغتشوفوا الاثمنه شحال هما مناسبه بزاف. خديت عنده كذلك لي دونتيفريس، سميتو دونت هكا سميتهم، بلاك تشاين. دونك هاد لي دونتيفريس هما بالفحم، وكيقولوا بانهم تيمنعوا تصبغات ديال الاسنان والاصفرار ديالهم، وكيرجع ليهم اللون ديالهم الطبيعي. دونك هادشي كامل اتيستي، وغادي نوري لكم كما قلت لكم شي برودوي في شي فيديو ديال لي برودوي في. خديت عنده واحد الكريم ديال لي كونتور دي زيو. هاد الكريم هذا كيقولوا بانه كينقص الهالات السوداء، وكيخفف من الانتفاخ تحت العين. دونك غادي نشوفو، غادي نجربو ونقول لكم عليه. مدور بزهره اللوتس، هاد الزهره هادي سميتها زهره اللوتس. دونك غادي نجربو سوا ونقول لكم عليه. خديت عنده كذلك بوما ليفغ، انا تقاد عليا البوما ليفغ ديالي وقلت نجرب هذا ديال باليا. دونك غادي نجرب هذا. خديت عنده جوج، واحد بزبده الشيه عطيته لماما عجبها، وهذا وقيلة بالكوكو. خديت عنده واحد الكريم ديال تصبغات البشره من باليانيت. هاد الكريم هو اونتي تاش، وكيحارب دوك التصبغات اللي كيكونوا في البشره بحال الكلاف والنمش. دونك انا ديجا عندي الحبوب، وكانوا فيا الحبوب وخلاو ليا لي تراس، وقلت ضروري ما غيخصني شي سيروم ولا شي كريم. دونك انا غادي نجرب هذا ديال باليا ونقول لكم عليه. هاد المره ماسكارا من بورجوا سميتها فوليوم غلامو. دونك خاصني ماسكارا، تقادات لي هذيك اللي عندي وفات زعما 6 شهور، يعني ما خصنيش نبقى نستعملها، وخديت هادي ديال بورجوا غادي نجربها. الثمن ديالها كان 50 درهم، خديتها من عند واحد البارفيمري كاين في انزكان. اخر حاجه عندي هنا هو واحد لانجيت ديال سبرينغلين. ديجا وريتكم هاد لا مارك هادي في اخر فيديو حطيتها على القناه، عجبوني بزاف. المناديل ديالهم مايهين،
وهاد البارتي هادي ديال السدادة ديالها عجبتني بزاف لانها براتيك وكتحافظ على اللانجيس. دونك هادو هما المشاركات ديالي البنات، كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. ما تنسوش البنات تدعموني بالاشتراك ديالكم في القناة، ضغطوا على ابوني وضغطوا على الجرس اللي حدا ابوني باش يبقاو يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو ديالي اللي كنحط على القناة. وما تنسوش ديروا لايك، ومرحبا بالاقتراحات ديالكم، واي معلومات على هاد البرودوي اللي خديت غنخليهم لكم في البار دانفو، وغادي نخليكم احسن معلومات ديال السيد اللي تقديت عنده. سيد الله يعمرها دار، كيتعامل مزيان، والثمن كيف ما قلت لكم مناسب للجميع، وكيبيع بثمن طايح على الباقي الناس اللي كيبيعوا هاد لا ماركه هادي. دونك سهلوا ليا البنات في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده، والسلامه.